هناك طبعا مواقف معلنة من جانب إيران ومن جانب قوى المقاومة. أعتقد أنه يستحيل على إيران، يستحيل للتخطيط حمص على إيران وقوى المقاومة اختتام هذه المواجهة من دون الرد الحتمي، الرد الحتمي، والرد الذي يرد الاعتبار لمعادلات الردع التي أرسيت قبل الاعتداءات الإسرائيلية. نحن بصراع إيرادات، خلينا نحكي بصراحة. هذا الصراع الإيرادات له علاقة بمستقبل المنطقة ككل. ومستقبل المنطقة ككل لا تصيغه اتفاقات ولا تسويات، ما نضحك على حالنا، إيران عملت اتفاق نووي مع أمريكا استغرق شهور من التفاوض، بل سنوات، لأنه عمليا التفاوض عليه بدأ بال2008 لل2015 لا تم التوصل إلى الاتفاق. وبال 2015 بلش بتشرين ثاني 2014 لتموز 2015 حتى اعلن الاتفاق. طيب، واتفاق مطبوخ مثل ما بيقولوا بكامل التفاصيل، بند بند، فقره فقره، كلمه كلمه، حرف حرف. وقررت امريكا اما لانتخاب رئيس ينتمي الى خيار سياسي لا يريد الاتفاق ولا يرى فيه مصلحه امريكيه، واما كما اعتقد أنه قرار الدولة العميقة في أمريكا التي لم تحقق من الاتفاق النتائج المرجوة، والنتائج المرجوة كانت رهان أن إيران سوف تفرح بالعائد الاقتصادي والمالي وتذهب للتنعم بعائدات الاتفاق وتصرف النظر عن الاستراتيجيات المرتبطة بدعم المقاومة والتي كانت ساحتها المركزية معركة سوريا وحرب سوريا. وكانت أمريكا الديمقراطية بالتحديد في عهد أوباما بالتحديد تأمل بعد الفشل العسكري أن إعطاء إيران هذا المكسب الضخم سوف يرتد عليها بعائدات اسمها تخفيض مستوى الانخراط الإيراني في الحرب السورية، وإذ إيران توظف عائدات الاتفاق لمزيد من القوة، مزيد من الحضور، مزيد من الإمكانات، ثم تذهب إلى روسيا وتتفق معها على معركة حسم في سوريا، وبيخلص الاتفاق من هون يعني بتموز، بأيلول بيكون الروسي صار بسوريا وبتبلش المعركة. و2016 كانت هي معركة حلب، يعني التي كسرت ظهر أمريكا والمشروع الأمريكي، ويوم تقرر أنه ما عادش بدنا الاتفاق. يعني وأنا أقول أنهم جاءوا بترامب لأنه رئيس ديمقراطي صعب يجي يلغي اتفاق عامله رئيس ديمقراطي، وبدأ رئيس ينقال عنه مجنون وأنه هذا ما يعني لا يؤمن باستمرارية الدولة وهذا حالة شاذة، وهذا لا، لأنه شغلة ضخمة جدا أنه دولة بحجم أمريكا تنسحب من اتفاق موقع، وما فرقت معهم وانسحبوا من اتفاق موقع. طيب، الفلسطينيين عندهم تجربة أوسلو من 30 سنة وأكثر، 31 سنة، وهذا الاتفاق بجرجر، والاستيطان يتوسع والقتل يستمر والحروب تستمر. فإذا يعني أنه شو اللي راح يتغير هلأ بالحكي عن اتفاق واتفاق، وناس بيقولوا لك وحرام وقفوا القتل في غزة، ومين قال انه هذا بيوقف قتل في غزة؟ بيعمل هدنة، بياخذ الأسرى فيهم وبيرجع بيعمل حربه. يعني الذي يحكم بلا ما نضحك على حالنا وبلا ما الناس تعيش أوهام، كنا بالحرب الأهلية بلبنان ننبسط بكل وقف إطلاق نار بين جولتين ونتأمل ونعيش أحلام انه هي نهاية الحرب، وإذ تعود الحرب، إذا ما في ميزان قوى يقول إن عودة الحرب وراءها كلفة فوق طاقتكم على التحمل، ما في شيء بيوقف الحرب. الإسرائيلي الآن مزهوا بما أنجز بالضاحية وما أنجز بطهران، هذا بده يعطيك اتفاق ويلتزم فيه إذا في بنود تعني وقف الضغط على المقاومة الفلسطينية، والله بده يعتبر أنه حربه نجحت رغم كل الفشل والإخفاق اللي صار بمواجهة المقاومة في غزة، بمحاولة استرداد الأسرى، بمحاولة تأمين البحر الأحمر، بمحاولة إعادة المستوطنين، أنه هو بمزيد من العربدة والاستجرار الأساطيل الأمريكية التي جاءت إلى المنطقة قدر يخلق معادلة تجيب المقاومة على اتفاق بدون أنياب، بدون قدرات، وتفرض على إيران وقوى المقاومة التراجع عن الرد. بيخزي العين، يعني شو بتكون قوى المقاومة وإيران عملت؟ بتجي بتقلي لا، في مشروع اتفاق كبير ضمنه انسحاب أمريكي من سوريا والعراق، وضمنه إعادة ترتيب كل معادلات الأزمات المفتوحة بالمنطقة من اليمن إلى الاتفاق النووي إلى سواه، بقول لك أوكي. بهاي الحالة يعني الأمر فيه وما فيه، لكن دون رد مستحيل. ليش مستحيل؟
لأنه بالآخر المنطقة فيها من 79 لليوم سبق بين خطين، بين نهجين، بين معيارين، كامب ديفيد بال79 وثورة إيران الإسلامية بال79. ومنذ ذلك التاريخ تثقيل المنطقة بخط كامب ديفيد وتحجيم خط الثورة الإسلامية في إيران كان هو المواجهة، أو تثقيل خط الثورة الإسلامية في إيران بحضوره كخيار مقاومة مقابل محاصرة خط كامب ديفيد. هاي هي المعركة الممتدة، عمرها راح يصير 50 سنة، 45 سنة من 79 نحن وبهذه المواجهة. عن أي أوهام نتحدث؟ هاي المعركة مرقت بمحطات، إجا اجتياح لبنان بقلبها لتثقيل خط كامب ديفيد، إجت المقاومة لمحاصرة خط كامب ديفيد، جاء اتفاق الطائف منطقة وسط، انهار الاتحاد السوفيتي، راهن الأمريكيون على احتواء سوريا، ذهبوا إلى مؤتمر مدريد بال2000، فشلوا باحتواء سوريا مع فشل قمة كلينتون الأسد، وثم فشلوا معها مرة ثانية ب الانسحاب الإسرائيلي المهزوم من جنوب لبنان عام 2000. حاولوا يردوا الأجر باحتلال العراق 2003، بحرب تموز 2006. إنه بلا ما نكمل، يعني وراها 2011 الحرب على سوريا، معركة حرب سجال طاحنة بهالمستوى. بدنا الناس تصغر عقلها وتقول إنه هلأ والله لأنه طلع بيان عن بايدن وعن السيسي وأمير قطر إنه خلص مشي الحال، ويا حرام من شان اهل غزه الله يخليكم قاعدين بلا اكل، على اساس انه هول اللي عم يبكوا الكذابين هن قلبهم على اهل غزه؟ ليش حدا منهم ادان اغتيال اسماعيل هنيه؟ حدا منهم هلا عم بيقول انه انا عندي معبر على رفح، خليني افتح الحدود واللي بده يصير يصير، والشاحنات تفوت خليه يقصفوها؟ يعني امريكا ماسكه كل الدول العربيه وتدير كما تشاء، وبهذه الاداره التي تملكها تؤمن الدعم لإسرائيل، كيف عم تسقط الصواريخ والطائرات المسيرة اللي هاجمت إسرائيل ب14 نيسان من قبل إيران من أراضي عربية ومن أجواء عربية؟ حاج نضحك حالنا، هاي معركة مكاسرة، هاي ما فيها حلول كلامية وحط لي هالكلمة وشل لي هالكلمة. إذا لم تكن يدك العليا في القوة فلا مكان لك في الاتفاقات، وهذا تعرفه قوى المقاومة وتعرفه إيران. لذلك شو قالت إيران؟ قالت أولويتنا اتفاق في غزة تقبله حماس، لكن هذه أولوية منفصلة عن أولوية تتصل بالسيادة الإيرانية، والرد آت وحتمي. فأنا رأيي أنه هون يعني خلينا نحط الأمور على جنب، برات التلاعب السياسي والإعلامي الذي يجري الآن. المقاومة في لبنان أصلاً السيناريو اللي امبارح نشرته الأنباء الكويتية بيقول إنه ممكن يصير اتفاق مع إيران، بس يبدو المعركة مع حزب الله حتمية. يعني طبعا قادة المقاومة عم يتحدثوا عن معادلة بتقول إنه مسألة الرد الميدان يقررها. بعدين ما هي تجربتكم مع سماحة السيد؟ كل مرة بدها إعادة تقييم وتقدير، إنه لما بعده امبارح طالع سماحة السيد وعم بيقول الرد آتي، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان. يعني عن مين عم نحكي؟ عم نحكي عن حدا ما بعمره وضع سقفا وتخطاه. لذلك أنا رأيي في إيه البيان اللي صدر عن الرئيس الأمريكي ووقع معه عليه أمير قطر ورئيس مصر، له وظيفة لخلق ضغط معنوي ونفسي على الردود. صحيح امبارح هيئة البث الإسرائيلية بتقول إنه موعد المفاوضات المحدد تم على خلفية محاكاة موعد الرد المقدر من قبل حزب الله. هيك بصير منطقي الحكي، وهي بقلب المعركة الدائرة العسكرية والأمنية والسياسية والإعلامية جاء مشروع الاتفاق والعودة إلى التفاوض لمحاولة تنفيس التعبئة المعنوية والسياسية والإعلامية لإيران وقوى المقاومة من أجل الرد ولخلق ضغوط. وأنا كنت طرف بإحدى الحوارات اللي إنه حرام غزة تعبانة والأولوية غزة، ولازم إذا في فرصة اتفاق ما تتضيع. حدا يجي يقنعني بالمنطق شو هي فرصة الاتفاق؟ إنه إذا كانت حماس ب6 أيار وافقت على عرض قدمه الوسطاء، إذا بدنا يعدلوا العرض ليصير مناسب لنتنياهو
يعني عم نحكي عن هزيمة، بلا نضحك على بعض، عم نحكي انه هو عمل الضربات تاعته، امريكا جابت قواتها، اعلنوا عن مفاوضات، وانه يا حماس هلا مع السنوار، تخيلوا انتم مع السنوار، ها مع يعني مع يحيى السنوار، اعطوا اتفاق على خاطر نتنياهو. طيب هاي استحالة، متفقين انه المقاومة الفلسطينية ليس لديها اي سبب الان لتقبل ما دون ما قبلته في 6 ايار. طيب نتنياهو ليش بده يقبل؟ حدا يخبرنا بس، يعني انه امريكا هلا دينته دين كبيره والى على ايه؟ شو يعني؟ امريكا عندها معركه عم تخوضها بالمنطقه، حصلت على سك شرعنه الاحتلال الامريكي لسوريا والعراق، لم تحصل ولن تحصل. ليه بدها تقول له لنتنياهو قدم تنازل؟ ليش ما بيضل نتنياهو يقاتل طول ما المقاومه العراقيه بتضرب المواقع الامريكيه، بترد اسرائيل، تضرب بغزه، وبيقول لك بدك اتفاق بغزة اعطيني اتفاق هون بغض نظر عن احتلال. هاي معادلة امريكا، هاي هي، وبالتالي بدكم تردوا نحن موجودين. ما في خيار قدام قوى المقاومة الا ترد وترجع الى معادلة، لا يكون نتنياهو كيف عم يتصرف على اساس اليوم استرد قوة الردع بوجه ايران وبوجه حزب الله، هيك هو عم يتقدم، انه انا قتلت في قلب الضاحية قائدا كبيرا، قتلت في قلب طهران قائدا كبيرا، وهيهم مش مسترجعين يردوا. وهي امريكا جايه حاجه تربح نجميلي يا بايدن، انا جبتهم ما بيسترجوا ما يجوا، كان بايدن وان كان ترامب، لان الراي العام الامريكي مع الدفاع عن اسرائيل، هي معادله بايدن نتنياهو، وبالتالي جبت الامريكان مش انا بخدمتهم وبناء عليها بامره لبايدن، هو بخدمتي، فهو موجود هون وانا ربحان، وليش بدي اقدم تنازل؟ وليش بدي اعرض حكومتي للخطر؟ فانا رايي كل اللي عم يتفلسفوا وبيقولوا الامور ورايحه واتفاقات عم بيضيعوا وقتهم. في من يكسب مشروعيه الموقف، ايه انه والله ممكن تاجل ايران وقوى المقاومه، ممكن حماس تروح على المفاوضات، وانه والله بدنا سقف زمني، بدنا وقف المجازر، بدنا فتح الباب للمساعدات، ما مشي الحال، باي باي، فرطت المفاوضات، رجعنا على الرد. يعني انه اشتروا شهر مثلا، اشتروا 3 أسابيع، وممكن لا يكون الرد بذاته يحتاج إلى بعض الأمور اللوجستية، لكن أنا بتجي بتقلي إنه إذا عم بيقرروا اصطياد أحد الرموز الكبار، إيه بيحتاج هذا ليفوت على الوكر مثل ما بيقولوا، المرصود والمدقق، ولا يعني هاي قضايا معلومة في الحروب. الآن من الزاوية الاستراتيجية المصنعة للقرار اللي هي الأساس اللي هي الأهم، هل هناك ما يقول بأنه نحن خرجنا من دائرة المواجهة إلى دائرة صناعة التسوية؟ لا، أكيد لا، أكيد 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 لا، نحن بقلب المواجهة، نحن بذروة المواجهة، نحن في لحظة لا مجال فيها إلا المواجهة، ولكن المواجهة تدور في جزء منها على المشروعية، يعني أنك تريد أن تذهب إلى الضربة و تصنع أو تسعى إلى الحصول على الظرف والمناخ الذي يسمح بالضربة، هو بناور أنت بتناور، يعني هو بيعمل لك بيان بيقول نحن بدنا نعمل كذا كذا كذا، لحتى تصير أنت إذا رحت هلأ على الضربة عم بخرب فرصة الاتفاق، فبدك تروح تفرجي إنه هذا الاتفاق كذبة، وهي المفاوضات تجليطة، وراحت حماس وأبدت حسن نية لكن ما الهيئة إنه في شيء جديد، وتبقي على كل المناخ التعبوي الذي يقول كما تقول إيران الآن وكما يقول حزب الله الرد آت لا ريب فيه، ظل تقول الرد آت لا ريب فيه وعم تعمل استعدادات، لكن تجهد هذه التعبئة المترتبة على فكرة الاتفاق. فأنا رأيي الآن نحن لم يتغير شيء، لا شيء على الإطلاق، المكاسرة هي التي سوف تقول عندما تلوي الذراع الإسرائيلية وترد إيران ردا قويا، ويرد حزب الله ردا قويا، وترد اليمن ردا قويا، قد تتولد ساعتها فرصة اتفاق. هلأ بدها فرصة اتفاق؟ إيه، إذا المقاومة مقررة تستسلم بغزة، وأنا رأيي هذه استحالة، المقاومة اللي بتستسلم بغزة ما بتروح تجيب يحيى السنوار والمبارح تبايعه القسام، ولهلأ أصلا حماس عم تتعامل ببرود مع الدعوة للمفاوضات، يعني لا قالت رايحين لا قالت مش رايحين، بعثت رسائل عم تستفسر شو عن شو عم تحكوا، يعني ماذا ينص هذا الاتفاق الذي تقولون أنه جاهز وأنه لا يحتاج إلا إلى الإجراءات التنفيذية؟
نتنياهو بيقول لا انا رايح بدي اشوف شو الاتفاق، بدي فاوض على مضمون الاتفاق، على البنود، على الاطار، مش على الاجراءات التنفيذيه. فاشاعه مناخ ان كل شيء خلص سلك طريق الحل هو نوع من الخداع للناس، هو جزء من الحرب النفسيه للضغط على الرد وعلى مفاعيل الرد.